Hello beautiful ladies and welcome back to my channel. I miss you guys so much. وحشكم بزاف بزاف. انا عارفه بلي غابره عليكم هاد الايام ولكن بصح عندي بزاف 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 ديال الشغل. هاد الايام بالنسبه لي انا is the busiest I have ever been. عندي بزاف ديال paperwork, عندنا بزاف ديال التغييرات في الحياه ديالنا اليوميه. داكشي علاش ما قدرتش باش ندير لكم فيديو, ما قدرتش باش نجلس ونصور لكم ولا نخرجكم معايا ولا شي حاجه. داكشي علاش اليوم قلت غادي ندير لكم هاد الفيديو كتصبيره, نقول لكم فيه, نعطيكم لايف ابديت هي اول حاجه, ونقول لكم فيه شنو كندير, علاش مشغوله, علاش ما كنحطش لكم دي فيديو. سو اليوم عاود عندي بيبر ورك. دابا شحال في الساعه؟ يمكن 9, فقنا مع 8 ونص ديال الصباح. سو دابا جينا انا وبالدوره ستاربكس باش ناخذ لينا شي قهوه باش نكملوا النهار ديالنا. سو عندنا بزاف ما يدار, عندنا خصنا اول حاجه نمشيو نقضيو شي شغلات ديال بيبر ورك. ان شاء الله غادي نمشي, عندي واحد الابوينتمنت ديال واحد التريتمنت اللي كندير ديال السيلولايت, ومن بعد عندي عاود شي شغلات اللي خصني نمشي نغسل الطنبي, خصني نمشي ندير مانيكير وبيديكير, ومن بعد يمكن نتلاقى مع نوها. سو اليوم قلت علاش لا غندير لكم هذا الفلوج باش تدوزوا معايا باش ما نكونش غابره عليكم بزاف بزاف بزاف. سو ان شاء الله يعجبكم. هلو جورجيز ليديز, رجعت لكم. المهم شي درت هذيك البيبر ورك اللي كنا غادي نديرو سلينا. من بعد كان عندي واحد الابوينتمنت قلت لكم على قبل واحد لا ماشين ولا قبل الديتريك اللي كندير انا للسيلولايم, حيت اصلا ماشي ادفيرتايزمنت ولا شي حاجه, غير هي واحد الحاجه اللي انا كندير اللي كتخفف بزاف من السيلولايت. كيف ما عارفين نتوما السيلولايت ما كيمشيش, ما كيحيدش بالمره, وكلنا عندنا سيلولايت, ما كاينش حد اللي ما عندوش سيلولايت. سو حتى انا اكيد واخا نكون تندير بزاف ديال الورك اوت, واخا ما شنو ندير, اكيد اكيد عندي سيلولايت. سو نقول لكم شنو هما الحوايج اللي كيخفوا من الابيرنس ديال السيلولايت. حاجه اخرى دابا شنو عندي, قلت لكم اليوم ديال الشغالات, وهاد الايام ديالي كامله كدوز هكا, كدوز من حاجه لحاجه لحاجه. سو دابا غندي ماي كار اللي هي هادي مسكينه, نغسلها حيت الشكل ديالها عرفتي بلا ما نوريكم اللور كيفاش دايره. عرفتي ملي كيكون ملي كتكون هاد الكار ولا هاد الطوموبيل هي اللي كتستعملي داكشي اليومي, كيكون عندك الوليدات صغار, راه فريمون صعيبه باش تبقى نقيه. فلا وصلت البلاصه اللي غادي نغسل فيها الطوموبيل. سو كيف ما كنت كنقول لكم بلي هذه ماي كار اللي كنستعملوها كل نهار, كنعتبروها الفاميلي كار صراحه اللي كنستعملوها كل نهار للتخربيق اللي كنديروه, اللي هي الجروسري, الا كان عندنا شي حاجه نقديوها, الا كنا غادي نمشيو لشي بلاصه, يعني كنستعملوها الطوموبيله بزاف بزاف بزاف. الطوموبيل ديال البطاطا كتبقى الخدمه ديالو بلا تدقيقه. Can I ask you something? When we get there to the manual cleaning and stuff, can I leave it and go do some stuff? No, ma'am, you have to. You should. I have to stay here. Yeah. It's too hot. No. I'll take the mission. Okay, go ahead. و الكار ديال البدر كنستعملوها الا كنا غادي نخرجوا لشي بلاصه زوينه, الا كنا غنمشيو شي اوتيل زويان, يعني هي شكلا زويونه الاخرى الا كنستعملوها داكشي زوين. وهذه كتبقى مسكينه ديال التبهدل, واخا كتبقى فيا كتبان. اوتوماتيك وشوفوا الشكل ديالها. دابا كتبان ليا نقيه صراحه من برا, ولكن من الداخل كما كتشوفوا باقا حالها. سو دابا شنو تديروا من تكملي من الاوتوماتيك واش كدوزي المانوال واش, هي فاش كيدخلوا لداخل وتيمسحوا لك كل شيء وكترجع الشكل ديالها كتحمق صراحه. انا مني الطوموبيل ديالي كتكون هكا حالتها حاله ومسخه, صافي ما كنبقاش حامله ميم با ندخل ليها, ولكن اي فوا تتمسح تتقاد ليا المغال ديالي. سو داكشي علاش غادي نقادوها ان شاء الله. شوفوا صراحه هاد الطوموبيل ديالي مسكينه, الله يعمرها دار, صافي شحال دابا 7 سنين هي عندي, ما عمرني ما كان عندي شي مشكل, يعني من غير التايرز ولا مني تتبغي تبدلي التايرز ولا شي حاجه, ما عمرها ما كان فيها شي مشكل, ديما تبارك الله عليها خدامه مزيان. داكشي علاش انا تنقول بلي مرسيدس, رانج روفر, بورش, يعني هادو كلهم براندات زوينين, ولكن ديال يعني ديال شي خروجه, ماشي ديال ديلي يوز, ماشي ديال الناس اللي تيسوقوا بزاف. كيخصك شي طوموبيل اللي تكون هكا كتصبر معاك, وانا بالنسبه لي هذه كتصبر مزيان. داكشي علاش الطوموبيل ديال الراجل صراحه تنخليوها سمول درايفز, نخليوها الا بغينا نخرجوا نتعشاو, بغينا نمشيو شي اوتيل, بغينا نديروا شي حاجه, اوكي كناخذوا الطوموبيل ديالو, ولكن اكثريه الوقت ملي كيكون عندنا شي حاجه يعني خصنا نمشيو من بلاصه لبلاصه, راه كناخذ انا الطوموبيل ديالي على قبل السايز وعلى قبل عاود, حيت يعني كتصبر معانا داكشي علاش. سو دابا انا كنت باغا صراحه نخلي هاد الطوموبيل هنايا باش تغسل,
كون مشي انا حيت كاين انفاس مع هاد البلاصه كاين واحد البيوتي صالون باش نقاد في راسي، ولكن للاسف دابا ما تقدرش تخلي الطوموبيل ديالك تمشي. قبل كنتي تقدري تخليها يعني ملي كيكملوا الكلينين قدروا هما يسوقوها ليك ويحطوها لك فشي بلاصه، ولكن دابا ما بقاش عندهم الحق يقيسوا لك الطوموبيل ديالك بحكم هادشي اللي واقع دابا. سو خصني نبقى فيها حتى يكملوا الكلينين وكلشي، من بعد عاد باش غادي نمشيو للصالون. anyway سو انا كنفكر دابا غادي نمشيو للصالون ندير داكشي ديالي اللي باغا نديرو، ابخي ان شاء الله غادي نرجعو للدار. غنحاول ندير الورك اوت ديالي اليوم، ما بغيتش صراحه ما نديروش حيت البارح ما درتوش، سو اليوم بغينا نديرو الورك اوت ديالنا ومام طو كتعيط لي نوها وبغينا نخرجو مع نوها. الو غنشوفو شنو غادي ندير، واحد فيهم خاصو يدار، غنحاول نديرو بزوج، غنحاول كاع نمشي نخرجو نجلسو مع نوها حيت بيان كتبغي صراحه تخرج مع وليدات الصغار وداكشي، ومن بعد نرجعو ونديرو الورك اوت ديالنا. شنو بان لكم؟ مزيان مزيان. سو كان خاصني نخرج باش نخليهم يقادو لداخل، غادي نمشي ناخد شي حاجه نشربها. عرفتي الصاد كيفاش داير؟ او ماي جاد، بغيت ناخد ليا شي حاجه نشربها الصراحه. فكرت هادو مساكين حتى هما تخيلي كيبقاو هكا تحت الصاد هاد المده كامله، الو غنمشي ناخد لهم حتى هما شي حاجه. ود الصاد ما عرفتش كيفاش، ما عرفتش كنتو كتسمعوني ولكن نسيت الماسك ديالي. الو شوف شنو كندير، ندير غير هاد التيشو. سو غادي ناخد ليهم ان شاء الله جوسز، ناخد ليهم هادي، ناخد ليهم هكا كفاصون ولا شي حاجه حيت فريمون الصاد ما عرفتش مشاكل كيفاش كيبقاو جالسين في هاد الصاد. دقيقه سالينا تمت العمليه بنجاح، دابا غادي نمشيو للصالون. سو عرفتي كاين واحد هنا اللي قدام، ولكن انا جو بونس كنمشي للصالون وغادي نهبطو دابا نديرو شي غالنا. الله الله على صهد، بغيت نقول لكم الله على الجو ولكن ما كاينش. الله على صهد، وصلنا. Good and you. I'm so lucky. I'm coming to you today. Really? Oh, I was going to call, but I was like, you know what? It's better to surprise them. I love surprising you guys. Yeah, always you do. أنتي جيت لقيتهم ديجا ماشي زدو، ولكن ما عندهمش يعني عندهم appointment هنا في دبي ولا appointment. So قلت لها no way. تخليني يعني تخليني. سو دابا غادي نديرو هادشي دغيا ومن بعد نخرجو غنتلاقى معاكم ان شاء الله. معرفتش فين نمشي ولكن فين نمشي غادي تمشي معايا، هادي اهم حاجة. سو كويكلي دغيا خديت بيان وديجا هبطو، فوالا بيان وماريا، وجينا لهنا لعند غنتلاقاو مع نوها باش نلعبو. هنا عندها واحد البارك حتى الدار ديالها، الوغ باش الولاد الصغار يلعبو بيسيكلي في هاد البارك وصافي. شوفو بدل دغيا شورت ات بيبي بروف، يلا نشوفكم قريبا. هلو سو رجعنا من عند نوها، يلا دابا شي نصاعه باش رجعت. لقيتوني جالسه تنفكر شنو غادي ندير للعشاء. سو بدا كيجي معطل، الوغ ضروري خصني نطيب لي شي حاجه. انا كنحاول ما ناكلش في هذاك الوقت، كنا يعني الا طيبت غادي ناكل دابا ونحاول ما ناكلش معاه هو في نفس الوقت يعني، ولكن اكثر الوقت كنجلس معاه وتناكل. سو لقيتوني جالسه تنفكر ومام طو كنتفرج في شي حاجه، قلت هذا شنو هذا الوقت اللي انا تنفكر فيه، علاش ما نديرش فيه شي حاجه لي بروداكتيف؟ على الاقل نزل ندير الورك اوت ديالي باش ما نضيعش ليا النهار وما نديرش، حيت البارح ما درتش ورك اوت. سو علاش لا ما نزلش دابا؟ ايوا غادي نهبط، نهبطكم معايا نديرو الورك اوت ديالنا ومام طو نفكروا شنو غادي نديرو العشاء. فكروا معايا عافاكم شنو غادي نديرو العشاء، انا نهاري والله كيمشي كامل وانا تنفكر غير شنو غندير العشاء.
منين كتكوني كتبغي ديما تنوعي كل نهار ديري شي حاجه مختلفه فريمون انا هذيك كيمشي غير كنفكر شنو درت لا درت الدجاج البارح اليوم خصني ندير الحوت درت الحوت اليوم خصني ندير الدجاج درت الدجاج بهذه الطريقه خصني نديرو بهذه الطريقه زعما والله الا نهاري كامل كيمشي هكا سو علاش لا ما نهبطوش نديرو الورك اوت نبقاو نفكروا ومام تو نوريكم انا التشالنج ولا الورك اوت اللي انا كندير حيت بزاف الناس المره اللي فاتت هذاك الورك اوت اللي درت لكم كلشي كيسولني شنو هو هذا وبزاف الناس عرفوه ديجا سو نهبط لتحت ونوريه لكم ونهضر لكم عليه شويه يلا انا لبست واجده نهبطوا لتحت ونكملوا الهضره ديالي سو وصلنا للجيم شوفوا تخلت في الكومباني يلا جبنا اليوغا مال ديالنا سو بالنسبه للورك اوت اللي انا كندير البنات انا ديما قلت لكم كنحاول ندير شي ورك اوت اللي هو سهل علاش باش انا ما نديموتيفيش راسي باش نبقى ديما متحمسه حيت الا كنت كندير شي حاجه اللي هي سوبر هارد غادي نبقى نعكز ولا نبقى نقول نو اتس تو ماتش ما في لي ديرها الوغ ديما كنحاول ندير يعني شي ورك اوت اللي ما كيفوتش 20 دقيقه بيسيكلي الا اذا كان عندي المود باش ندير شي حاجه اللي كثر نقدر ندير شي حاجه اللي كثر ولكن الورك اوت ديالي اكثر الوقت ما كيفوتش 20 دقيقه بالنسبه للورك اوت ديالي انا كنحاول ندير ورك اوت على الاقل 4 المرات ولا 5 المرات في السيمانه اقل 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 حاجه كندير هي 3 المرات في السيمانه وهي اللي بالنسبه لي انا اقل حاجه بالنسبه لكم نتوما على حسب الامكانيات ديالكم تقدروا ديروا 4 المرات 5 المرات 6 المرات في السيمانه اللي بغيتوا اهم حاجه هي تخصصوا شي وقت لراسكم وديروا فيه الورك اوت غير باش تهتموا بالجسم ديالكم وتبقى عندكم رشاقه هي صراحه راه ماشي غير على حساب لا طاي على حساب الرشاقه راه على حساب الصحه ديالكم حتى هي الا ما كنتيش كديروا سبور بزاف بزاف الحوايج اللي كيعياو سو احسن حاجه هي تكوني كديري سبور على الاقل على الاقل 3 فوا باغ سيمين سو دابا انا بالنسبه للورك اوت ديالي اللي كنديري بزاف ديال الورك اوت كاين بزاف ديال التشالنجز في يوتيوب انا كنختار واحد الورك اوت من عند واحد البنت اللي سميتها كلوي بينك اكثركم ديجا عرفتو من الفيديو ديالي اللي فات ملي درت لكم الورك اوت بزاف البنات اللي عرفوا بلي هاد التشالنج ديال كلوي بينك كلوي بينك هي واحد البنت في يوتيوب من فروم دي يو اس اي جيس كندا ام نوت شور anyway هي كدير التشالنجز ديما التشالنجز ديالها ديال سوبر سوبر افكتيف كدير فريمون الورك اوت ديالها شي حاجه اللي مزيانه قصير يعني كاين فيه 15 دقيقه كاين فيه 10 دقائق كاين فيه 20 دقيقه ولكن سوبر سوبر افكتيف يعني يو ورك اوت اون ذا رايت ثينجز على حساب انت شنو باغا باغا تخدمي غير الكريشه باغا تخدمي نقولوا حنا يور بات باغا تخدمي يور هيبس وات ايفر يو وونت انا التشالنج اللي كندير دابا سميتو اور جلاس اهم حاجه عندي دابا بالنسبه للناس اللي ديجا لاحظتوا انا عندي هاد شنو كنسميوهم الخفس المهم سميتهم باللونجلي هما هيب تيب اللي هما هادو ما عرفتش شنو قال لي هذيك النهار بالعربيه خفسه ولا ما عرفتش شنو المهم هذيك انا ام تراين تو ورك ات اوت تراين تو بيلد ا بيت اوف ماسلز قبل من الولاده ما كانوش عندي بالمره ولكن دابا من بعد الولاده الجسم ديالك اكيد اكيد كيتغير وزعما اكيد ما الجسم ديالك ما غاديش يكون بيرفكت اللي ما عندكش كريشه غتكون عندك شي حاجه اخرى سو انا هذه هي المشكله اللي عندي واللي كنحاول ندير عليها الورك اوت سو كنحاول نلقى واحد البالانس الصراحه هاد الاور جلاس تشالنج لقيتو بيرفكت حيت كيخدم لك شويه على الكريشه باش تخلي الكريشه داخله وكنخدمي على اللور باك وعلى الهيب تيب حتى هما سو نبداو الورك اوت ديالنا شنو كندير كتحتاجي الانترنت بورتابل ديالك كتمشي ليوتيوب أو كتكتبي hourglass Chloe thing وراه عادي في الاول ما تقدروش ديروا الكاميرا ولا تعياو في الفلوس ديالو ولا شي حاجه هذه حاجه اللي هي عاديه كتاخدي واحد المزه ولا جوج باش كتعرفي على هاد الوركات وتبداي ديري يعني يجيك هكا سهل فانا يمكن شي يومين ولا ثلاث ايام درت الوركات ديالي سهل ويش مي لاك سو اول وركات هو هذا بحال نقول حنا عندك واحد البول هكا
الحركة اللي بس قبلها
وهاد الحركة هما مور افكتيف بالنسبة للناس اللي باغين يكبروا داكشي اللي دول خاصهم يديروا هاد الحركة حيت هي مور افكتيف من السكوات. يعني السكوات كتحب ليكم كم هي اللي كتكبر، مي فريمون هاد الحركة هي أهم بزاف من السكوات. سيرتو إلا بغيتي تستعبي عليك شوية تقدر تحطي الويت ولا شوية الوزن هنا وتقدري ديريها. كاينين بزاف ديال الفكرة اللي درتهم في السكين كير ديالي اللي باغا نشاركهم معكم.
ايه ولا سالينا، هذا هو الفيديو ديالنا ديال المره. بغيت نقول لكم اللي لكن تقدروا تساليكم واحد شويه في اليوتيوب حيت كنت مشغوله. الا زدت عاود غبطت عليكم حيت مازال مشغوله، ولكن غنحاول والله كنحاول انا نشوف دابا كنحط لكم هذا الفيديو اللي هو غير هكا باش ما نغبرش عليكم بزاف. وغنتسناو الفيديو ان شاء الله، الفيديوهات الجايين هما اللي غيكون فيهم شي حاجه، ما عرفت شنو غيكون فيهم، ما بين غيكون فيهم شي حاجه. anyway نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. anyway نتمنى تكونوا دوزتوا معايا شويه الوقت، مش متوحشونيش بزاف. المهم انا غادي نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي ديالي نطلع نديه العشاء. تشاو تشاو.